السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بصحه جيده يا ربي. اليوم كيف ما شفنا في الفيديو ديال زوج سعاد اللي صافي مشى باش يدير العقد هو وسعاد، الله يكمل عليهم بالخير. وكيف ما عرفنا سعاد من بعد هذاك العقد غادي تسافر هي والزوج ديالها، وكيف ما شفنا بنتها يسرى راه غادي تبقى مع لبنى. هادشي اللي قال الزوج ديالها، قال انا غادي نمشي غادي نرجع زعما مراتي ام الاولاد وغادي نعيش معاها واحد 10 ايام من بعد الرجوع، ولكن جاته حشومه يخلي المره الثانيه بوحدها في الدار لانها ما عندهاش وليدات. خلى معاها بنته الكبيره اللي هي يسرى، واخا بزاف ديال الناس ما تفاهموش معاه، قالوا لي زعما انت باغي تجمع الشمل جيب حتى بنتك الكبيره وتجمعوا كاملين وسافروا كاملين وفرحوا كاملين، حيت هو كان عنده واحد قال زعما هذيك الليله اللي باغي يدير هو وسعاد بغاها تحضر حتى لبنى مراته زعما الثانيه، بغاها تحضر ديك الحفله اللي غيدير ديال الرجوع، ولكن مراته سعاد ما بغاتش، قالت لي انا كنفضل هي تبقى بعيده عليا وانا بعيده عليها. وبصح نيت عمر الضره ما غادي تفرح لضرتها، واخا لبنى كتقول انا بغيتها ترجع وداك الشيء، ولكن من الاحسن تبقى بعيده وكل وحده تشد تيقارها. وهادشي هو اللي شفنا دابا خطوه، وهادشي هو اللي غيديروه وغادي يسافروا. واخا سعاد ما باغاش تدي معاه الوليدات ملي بغات تسافر، بغات تخليهم عند واحد المرأة تشدهم ليها. نتمنوا هذوك الوليدات تديهم معاها حتى هما يسافروا حتى هما يفرحوا، حيت شحال هما عام وهما مطالقين، دوك الوليدات تما محتاجين يشوفوا الاب والام ديالهم مجموعين. نتمنوا يديوهم معاهم ما يخليهمش عند الناس، ومنها تبقى الفرحه مجموعه حتى دوك الولادات يفرحوا بان يعرفوا الوالدين ديالهم صافي راهم ما بقاوش مطلقين وبانهم تجمعوا. وبالنسبه للاخوات صحابات انتقاد واللي مع سعاد، كنقول لهم واحد الرساله، صافي اللي عطى الله عطاه، السيده بغات ترجع على وليداتها، ما تبقاوش زعما تدخلوا فيها، ما تبقاوش تسبوا ولا تشتموا في داك الراجل ديالها، راه كيف ما كان الحال صافي دابا راه ولا الزوج ديالها ما بقاش الطالق ديالها، وداك الحقد اللي كانت حاقده عليه راه ما غاديش يبقى. صافي دابا ملي غادي يرجع غادي يرجع عادي، ما غاديش تبقى حاقده عليه، وهو توا شفناه فرحان وطاير من الفرحه لانه بغى يجمع دوك الوليدات وعيا من التشتت الاسري ديالهم. ونتمنوا اي وحده تجمع شملها واي وحده تكمل فرحتها في هاد الايام. وكيف ما شفناهم هذيك البنيه فاطمه الزهراء فرحانه والدموع خارجين من عينيها ديال الفرحه بان الام والاب ديالها غيتجمعوا، عوض فاش غيبقاو مقسومين كيف ما شفنا نهار العيد كيعيدوا نص نهار عيد الام ونص نهار عيد الاب. جاي تاني العيد الكبير غادي يكونوا مشتين، غيقدروا يذبحوا تاني هنا ويمشيو تاني يذبحوا هنا. دابا داك الشيء غادي بعدا غادي يتجمع، غيمشي يذبح مع وليداتو، عقب يمشي يذبح لهذيك المراه هي الزوجه الثانيه، ولا تجمع مع الام ديالو علاش لا، هي تعيد مع امه وهو يعيد مع وليداتو. والمهم الحياه مسايره، صافي دابا اللي عطاه الله عطاه، وهذيك السيده راضيه بالوضع وباغاه باغاه بحال ما هو، واخا عنده 4 اولاد وعنده امراه باغاه لانها فاهمه الوضع وشافته في اليوتيوب. الله يكملها بعقلها، ونتمنوا حتى سعاد دير عقلها، ما تبقى زعما تستفز حتى شي واحد، وكل واحد يشد تيقارو. والف مبروك لهم لهذا الرجوع، وهنيئا لهم ومبروك عليهم، ونتمنوا لهم مسيره موفقه وحياه سعيده. وصحاب انتقاد دابا الا بغيتو تعيروا ولا تسبوا ولا تشتموا، صافي الناس راه اللي عطى الله عطاه، راهم تصالحوا ما بقيلاش، نتوما تبقاو تدخلوا بيناتهم الفتنه. والى اللقاء في حلقه اخرى.